السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا من كل مكان، أهلا بكم جميعا بالقناة. في فيديو سابق تكلمنا فيه عن تحليل المخدرات وعرفنا إزاي بنفهم تحليل المخدر وإيه هي طرق المراوغة بتاعته، وفي الآخر توصلنا إنه مفيش طريقة للمراوغة من تحليل المخدر مضمونة بنسبة 100%. في أسئلة بتجينا على الفيديو ده اللي هي ما هي فترة بقاء المخدر في الجسم؟ ده اللي هنتعرف عليه النهاردة من خلال هذا الفيديو، فخليكم معانا لنهاية الفيديو. ولو انتم بتشوفونا اول مرة ياريت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد. تحليل المخدر ده عبارة عن تحليلين، تحليل عن طريق عينة الدم وتحليل اخر عن طريق عينة البول، وتحليل البول هو الاكثر انتشارا، وده اللي احنا بنستخدمه في حالات الكشف عن المخدر بطريقة عشوائية، وبتلجأ اليه الدولة لعمل التحليل ده للموظفين عشان تعرف المتعاطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. في البداية فترة بقاء المخدر بتختلف من شخص مدة بقاء المخدر بتختلف من شخص لآخر حسب كمية السموم الموجودة في الجسم، فالشخص اللي بيتعاطى مرة واحدة بيختلف عن الشخص اللي بيتعاطى عدة مرات خلال اليوم. طب تعالوا نقسم المخدرات الموجودة عندنا إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى بتسميها مجموعة الأفيونات، ودي بتضم فيها الأفيون والهيروين والمورفين. مجموعة الأفيونات هنا عبارة لو أنت متعاطي للأفيون فمدة بقاء الأفيون في الجسم لشخص غير مستمر على الإدمان، يعني بياخد مرة أو مرتين بالكثير خلال الشهر أو أسبوع، يعني متعاطي ليس بصفة مستمرة، فبتبقى كمية المخدر في الجسم من يوم إلى يومين. أما المتعاطي بصفة مستمرة فبتبقى كمية المخدر في الجسم لمدة أسبوع، وده بيكون طبعا بعد التوقف عن تناول المخدر الأفيون. النوع الثاني اللي هو الهيروين. الهيروين ده بيبقى في البول من 3 إلى 4 أيام، وفي الدم قد تصل إلى 12 ساعة. أما في الشعر ممكن نعمل تحليل عن طريق عينة الشعر عشان نشوف فيه مخدر ولا لا، بيبقى لمدة 90 يوم. يبقى بالنسبة للهيروين من 3 إلى 4 أيام في البول. طب المورفين، المورفين ده ممكن شخص يكون عامل عملية ويروح يعمل تحليل ويلقى عنده مورفين اللي هو المخدر. تتراوح مدة بقاء المورفين في البول من 3 إلى 4 أيام، وتصل مدة بقاء المورفين في الدم إلى 12 ساعة، وفي الشعر برضه لمدة 90 يوم. دي المجموعة الأولى عندنا. المجموعة الثانية اللي هي بتحتوي على مخدر على نوع من أنواع المهدئات والمنومات، وده بيبقى في البول لمدة قد تصل إلى 5 أيام، من 3 إلى 5 أيام، وفي الدم من 10 إلى 12 ساعة، وفي الشعر تصل إلى 90 يوم. دي المدة المستخدمة للمهدئات والمنومات، ودي ممكن نلاقي أشخاص اللي بياخدوا علاج لمخ والأعصاب. دي المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة اللي هي القنبات، واللي بيبقى فيها الحشيش والمرجوانا والترامادول والبنجو. المجموعة دي مدة المخدر المتعاطي الحشيش اللي هو متعاطي بصفة مستمرة، بيبقى المخدر عنده في عينة البول لمدة قد تصل إلى 12 يوم بعد التوقف عن التعاطي. أما الشخص الغير المتعاطي بصفة غير مستمرة مرة اتنين تلاتة كده حلواني، يعني المدة البقاء المخدر هنا بتكون من 3 إلى 7 أيام. طب لو إحنا هنعمل التحليل ده عن طريق عينة شعر عشان نتأكد أكتر، هنلاقي إنه مدة المخدر هنا بتظل موجودة في الشعر لمدة تصل إلى 90 يوم. البنجو يبقى في البول لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 أيام. يبقى البنجو بيقعد من 3 إلى 7 أيام في حالة التعاطي بعد التوقف عن حالة التعاطي. والترامادول بيبقى في بول المتعاطي المبتدئ من 12 ساعة إلى 24 ساعة، أما المدمن المستمر فقد يبقى في البول لمدة قد تصل إلى 7 أيام. طب أنت دلوقتي عاوز تعمل التحليل بتاعك وتطمن إن النتيجة هتكون سلبية، فيفضل التوقف عن التعاطي لمدة قد تصل إلى 15 يوم عشان تكون في المضمون. غير كده طبعا لازم تتناول اللي هو المشروبات زي اللبن بالخل، عشان اللبن بالخل هنا بيبدأ أو الخل عامة بيبدأ ينظف الجسم من السموم الموجودة فيه، وانت خلالك التعاطي فبالتالي بيكون جسمك مليان بالسموم اللي هو محتاج ان جسمك يتخلص منها، اما عن طريق المشروبات زي الخل واللبن مع بعض. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ياريت لو في سؤال تتركوه في التعليقات. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.